سلام الراسي شيخ الأدب الشعبي في لبنان، ولد سنة 1911 بإبل السقي بقضاء مرج عيون. نشأ ببيت مفتوح على العلم والأدب. والده يواكيم الراسي مؤسس المدرسة الإنجيلية بصيدا المعروفة بمدرسة الأمريكان. من صغره كان مولع بقصص الضيعة وبأخبار القدماء والنوادر والأمثال الشعبية اللي كان يتناقلها أبناء القرى، وكانوا الناس يعرفوه باسم أبو علي، حتى أنه اللقب غطى على الاسم. كل الناس صاروا يحكوا ما عادش حدا يسمع. دخل الوظيفة العامة بالدولة، وبعد زلزال 1956 اشتغل بمصلحة التعمير. وخلال هالسنين الطويلة اللي أمضاها بالعمل العام عم يتنقل بمختلف المناطق اللبنانية، سمع أخبار الناس والفلاحين وسجل القصص والأحداث بالقرى ودونها بمفكرته، وحول كل هالتراث الغني لمادة سميها الأدب الشعبي، وكان من المنادين بإدخال هالمادة على المناهج الرسمية بالمدارس والجامعات ليتعرف الجيل الجديد ويتمتع بالتراث. حول بيته ببيروت لمنتدى أدبي وثقافي بيجمع كل محب وكل مقدر للفكر والأدب الشعبي. كتب العديد من المؤلفات اللي استقاها من الناس اللي هني أبطال قصصه وشهود الأحداث التاريخية والقصص الواقعية. كان مثل الحكواتي، لكن كان يروي الحكايات بعقل المؤرخ ويدمج الفصحى مع العامية تيقرب الأدب الشعبي للناس، ويأرخ مفاصل تاريخية من الأحداث بلغة سهلة وبسيطة تتبقى حية وناشطة بالذاكرة الشعبية. أخذ تفسير الأمثال كتير من وقته، شو قصة المثل، كيف انقال، وبأي ظروف وبأي لهجة، وصارت كتبه مرجع للباحثين بالأدب الشعبي. حفاظاً على هالتراث الثمين سمى كتابه الأول لألا تضيع، اللي كتبه بعمر 60 وجمع فيه أحداث وأحاديث قصص طرائف وأمثال. وكرت صبحة الكتب في الزوايا خبايا، حكي أرايا وحكي سرايا، شي حبريح، الناس بالناس، حيص بيص، الحبل على الجرار، جود من الموجود، 80 أو العمر الدايب، القيل والقال، والنظر بعقول الرجال. كتب مجموعة من الكتب عن الزجل اللبناني، وقدم على تلفزيون لبنان وعلى LBCI العديد من البرامج والحلقات الحوارية اللي كان يخبر فيها قصص ويشرح أمثال ويروي ذكريات، فساهم بحفظ إرث شفوي وهدد دايماً بالزوال. سنة 1975 تقاعد من الوظيفة، ومثل ما بيقول من خدمة الدولة لخدمة الفكر. ومن أقواله: لا السهل والوديان والجبل وطني، ولا الأنهار والسبل، كلا ولا الأطلال بل وطني، الناس ما قالوا وما فعلوا. توفي بنيسان 2003 بعد ما زرع حكايات الفلاحين وعادات الضيعة بالثقافة الشعبية اللبنانية، وصار مرجع لأيام الزمن الجميل وحكايات الطفولة وحكمة الكبار.